صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 74 لسنة 2016 ميلادية بإعادة تسمية الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب. ونص المرسوم على أنه تعاد تسمية الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الواردة في المرسوم رقم 83 لسنة 2012 بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وأينما وردت في المراسيم والقرارات الأخرى ذات العلاقة لتصبح هيئة جودة التعليم والتدريب.